السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد جايتي في دورة تعلم لغة اللاتيك، واليوم غادي نشوفو ان شاء الله باذن الله كيفاش كيخدم لو لاتيك افيك لي دوكيمون، كيفاش كتم عمليه لا كومبيلاسيون. الوغ غنبداو ان شاء الله، غادي نحل لو ليديتور ديالي اللي هو تيك ميكر. دونك انا جي كري واحد لو دوكيمون سامبل. دونك شفنا هادشي قبل كيفاش نكريو دوكيمون، كيفاش كنستعملوا هاد لي باكيج، مي مانتونو غادي نشوفو كيفاش كتم عمليه لا كومبيلاسيون اي لا فيزواليزاسيون ديال لي دوكيمون، هاد لي لوغ فايل، لي ميساج، انسي دو سويت. دونك كيف كتعرفوا انه لا كومبيلاسيون ديال لي دوكيمون ديالنا كتعطينا واحد لافيشاج في لي فيشي دو لوغ. هاد لافيشاج هذا شنو فيه؟ فيه لوكاليزاسيون ديال ديال لي شومان، ديال الشومان ديالنا فين غيتلوكاليزا هاد لو فيشي، يعني لو بات ديال لو فيشي ديالنا. فيه لي دوكيمون او بيان لي باكيج اللي مستعملين في لو دوكيمون، وكيقول لك بلي الاوتبوت مثلا شحال فيه من باج، اي لا باج شحال كتكونسومي من بايت. دونك هادشي كامل كيكون في ابارتير دو دو ميساج دو لوغ. مانتونون لي فيشي ديالنا كيكونوا اكستنسيون بوينت تك، باغ اكزومبل كور لا تك بوينت تك. دونك هاد اكستنسيون تك غادي نهضروا على كيفاش لي فيشي كيجينيراو. دونك مثلا لا تك فاش كيكومبيلي لو فيشي ديالي، باغ اكزومبل هاد لو دوكيمون كيتكومبيلا، نعاودو نديرو كومبيلاسيون. Alors, le fichier, lorsqu'il compile, ou bien la tech lorsqu'il compile le document, ce qui génère l'IA, qui génère l'IA, trois fichiers. Qui est le fichier .dvi, le wahada, le fichier .dvi, le fichier voici mon premier document avec la tech, ou qui est le fichier .ox, ou qui est le fichier .log. Donc, il y a trois fichiers. Alors, on a le fichier le .dvi, ce qui est le fichier .dvi. Où est le résultat ديال لا كومبيلاسيون، وهاد لو فيشي هذا ديريكتومون فيزواليزابل و كيتسيرفيرا ا بارتير ديال لامبريسيون ديال الدوكيمون. دونك وهاد لو فيشي هذا كيتكونفيرتا للبوست سكريبت، كيتسمى بوست سكريبت. الوغ هذا سي لو فيشي بوان دي في. غادي نمشيو نشوفو هادشي كامل في لو شومان. فوالا ها هما لي فيشي اللي هضرت عليهم. كاين فيشي .ox وكاين فيشي .log وكاين فيشي اللي كيتسمى .dvi اللي هو .pdf. حنا عندي اكستنسيون .pdf اللي هو .dvi. الوغ قلنا .dvi هو ليكستنسيون او بيان الريزولتا ديال لا كومبيلاسيون ديالي اللي هو .pdf، و .ox هو اش؟ هو اللي كونتيان لي ريفيرونس، هذا كونتيان لي ريفيرونس كروازي. و لو فيشي .log كونتيان كوا؟ contient واحد الكوبي ديال لي ميساج افيشي لور دو لا كومبيلاسيون. دونك هادو هما لي تخوا فيشي اللي كيجينيريهم لاتيك ابري لا كومبيلاسيون. مزيان كتلقاهم مثلا فهو لو كور بوان لاتيك الاكستنسيون، يعني هذا هو لو كود، كتلقاه في فيشي في واحد الدوسي سميتو بويلد. الوغ هادو هما لي تخوا فيشي اللي كاينين. دونك عندنا يعني ابري لا كومبيلاسيون ديال الدوكيمون ديالنا كاين واحد تخوا سويفي اللي نقدروا يكونوا في هذا لو دوكيمون. ولا تك بو ايغالمون كريي لي فيشي اللي يقدروا يكونوا اسوسيي مع هاد لا كومبلكسيتي ديال لو دوكيمون. شنو هما هاد لي تخوا فيشي؟ كاينين بوين، كاين بوين توك. يعني اش بوين توك؟ يعني كونتيان لي طابل دي ماتيير. من الاحسن نكتب هادشي هنا، بوين توك هذا كونتيان لي طابل دي ماتيير. بوين لوت، لوت كونتيان كوا؟ list of table point lof. وهادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله في لي فيديو جايين حول ليست لي طابل دو ماتيير و ليست دي طابلو و ليست دي فيغور. هذا ليست دي فيغور لوف. اي بوين ايدكس هو كونتينون لي اندكس نون فورماتي، لي اندكس نون فورماتي. دونك هادو هما لي كاتر تيب كريي بار لي لاتيك. Alors, amchi la détection et la correction des erreurs. Maintenant, on dit une erreur. On dit par exemple, e-commerce. On compile, je vous ferai la de l'erreur. Donc voilà. La tech, qui est la nature de l'erreur, et la ligne où elle se situe. Donc, on a le type, chez erreur.
كاين تيب ايرور وكاين لاين لاين اش ويت ولو ميساج لو ميساج ديال ليغور باش تعرف انت ليغور في كاين. قال لك misplaced alignment type character فوالا حيت درت هاد لو كاركتر باش يش كومبيلا كنزيد عليه واحد الانتي سلاش دونك فوالا هو تكومبيلا. دونك تو سامبلومون لي زيرور كيتافيشاو في هاد في هاد لا كونسول هادي وكيعطيك اش لو تيب لو فايل لو تيب لاين اي لو ميساج. دونك سي فوز ايت سي فوز ايت ترومبي كيلكو بار لو ميساج راه كيجينيرا وكيافيشي ليك فين خاصك تكوريجي ليغور وكيعطيك لا ناتور اي لا لين انسي لوندروا ديال هاد ليغور. دونك اجي نمشيو لدابا لا فيزواليزاسيون باردون. دونك لا فيزواليزاسيون سا ديبون ليديتور. دابا هاد ليديتور هذا جينير لا فيزواليزاسيون بي دي اف بوان بي دي اف و بارفوا ال جينير بوان دي في اي. دونك هادي هي لا فونيتر اللي فيها لا فيزواليزاسيون ديالنا. دونك هاد لا فونيتر سوفر و مونتر لو دوكيمون كي سورا امبريمي. دونك هذا هو لو دوكيمون كي سورا امبريمي. الوغ دونك شفنا لي 3 بارتي لي غروند بارتي لي كاينين هو لا كومبيلاسيون لي ميساج ديرور لي فيشي لي كاينين يعني هادشي داخل كامل في لا كومبيلاسيون لي فيشي لي كيجينيراو اي اوسي لا ديتيكسيون اي لا et la correction d'erreur gnaha et la visualisation. Donc la visualisation il y a le fichier .pdf. Donc adna l'impression, donc l'impression raha que genera à partir d'il had le fichier .dve ou bien pdf. Donc il ne vous reste plus qu'à imprimer le fichier مثلا had le fichier court latex.tech radi compte fichier .dve ou qu'il y a des options pour imprimer vous allez تعرفوا عليه من بعد ان شاء الله. Donc c'est ça pour la vidéo. Inch'Allah, on se retrouve dans les concepts de base pour la tech.